الدراسة. أنا كنت شاطر وبسمع الكلام وما كنتش برمي مية على الديسك في الكلاس. طالما قلت أنا ما برميش مية يبقى أنت رميت مية زيك زي أصحابك. لا يا بابا أنا ما رميتش مية يا بابا، أنا بس بسمع الكلام ومش برمي مية خالص. لا قول الحقيقة علشان لو قلت الحقيقة هديلك من البداية ومش هزعل منك خالص، إنما لو كذبت هزعل منك. عشان اللي بيكذب بيروح النار، صح يا بابا؟ اه صح. تبقى انت رميت ميه ولا ما رميتش؟ لا انا افتكرت انا رميت ميه مره. ايوه، يعني لما تعمل حاجه غلط لازم تقول ان انت عملت حاجه غلط، صح ولا لا؟ صح يا بابا انا افتكرت، ولكن انا مش هعمل كده تاني عشان انا كويس وبسمع الكلام. شاطر شاطر كده، خد المدرية دي. ايه يا بابا، شكرا شكرا. وخلي